هذا وتتخذ مملكة البحرين خطوة جادة في التعامل مع فيروس كورونا باختلاف المراحل ما ساهم في التصدي لها، خصوصا من خلال التطعيمات وتوفير الجرعة المنشطة، حيث أكد الأطباء والمختصون أهمية أخذ الجرعة المنشطة لما لها من دور كبير في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة. أهمية كبيرة للجرعة المنشطة أشار إليها الأطباء والمختصون بهدف تقوية المناعة، حيث بإمكان الحاصلين على تطعيم سينوفارم التسجيل لأخذ الجرعة المنشطة بعد شهر واحد من أخذ الجرعة الثانية للفئات الأكثر عرضة للخطر، وبعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية لكافة المتطعمين، مؤكدين على أن بعض التطعيمات تحتاج إلى عملية تنشيطية بعد مرور فترة من الزمن، وهو أمر يتابعه ويدرسه ذوي الاختصاص لرفع المناعة، خاصة وأن فيروس كورونا يعد من الفيروسات المتغيرة والمتحورة. أهمية الجرعة المنشطة خصوصا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة اللي هي تزيد من مناعتهم مقاومتهم حق فيروس الكورونا، فحتى لو صادهم الفيروس لا سمح الله بتكون أعراض خفيفة ما في مضاعفات تساعد على رجوع الحياة طبيعية. فعشان كذي احنا يعني قاعدين نشجع على أخذ الجرعة المنشطة. الجرعة المنشطة واجد مهمة، وحتى في دراسات في البحرين أقيمت مؤخرا أثبتت أن المناعة ترتفع بشكل كبير جدا في حال أخذ هذه الجرعة وتحمي من المرض. الجهود الوطنية الكبيرة لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أثنى عليها المواطنون والمقيمون الذين توفدوا وبكل ثقة لأخذ الجرعة المنشطة إثر التعليمات الصادرة من الفريق الوطني. هذا الوباء يعني لا يمكن أن العالم كله يقضي عليه إلا إذا هو اتبع التعليمات وخذ الاحتياطات، ومنها هذه طبعا التعليمات اللي تصدر من الجهات الرسمية، وهو هذا التطعيم، وهذا التطعيم حماية حق المجتمع كله، وإن شاء الله بإذن الله راح نقضي على هالوباء باتباعنا هاي التعليمات. بما أن جميع الجهات المختصة أوصت بأن يأخذون جرعة تنشيطية، فمن واجب كل مواطن ضروري أنه يأخذ هاي الجرعة عشان يحمي المجتمع ويحمي نفسه ويحمي أفراد أسرته. طبعا التطعيم يعني حماية للمجتمع، واجب مجتمعي على الكل أنه يسوي حماية للأفراد للمجتمع بشكل عام. يعني بالعكس يعني ننصح بالتطعيم وننصح الجميع أنه يأخذه، يكون وقاية وأمان للمجتمع. مملكة البحرين تستمر في متابعة البروتوكولات العلاجية وطرق تطويرها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والوصول إلى نسب أعلى من المتطعمين من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع وتقوية استجابة الجهاز المناعي للتقليل من أعداد الإصابات. من المسؤولية الفردية إلى المسؤولية المجتمعية، استطاع المواطنون والمقيمون التأكيد على جديتهم في تكوين حائط الصد الأول لتكمل مملكة البحرين مسيرتها في النجاحات للتغلب على هذا الفيروس. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.